لأصحاب السخاء والعطاء والساعين دوما لأعمال الخير ومد يد العون بأيديهم البيضاء. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة دارا يقال لها دار الفرح، لا يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين. مع قرب حلول شهر رمضان بإطلالته السنية ونفحاته القدسية ورحماته وخيراته وبركاته الجلية، ندعوكم لإدخال السرور على قلوب ساداتنا محمد وآله الطاهرين للتبرع والمساهمة في مساعدة الأيتام والمعوزين من خلال برنامجكم برنامج القلوب الرحيمة، الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك وسيكون عبارة عن 4 حلقات. الحلقة الأولى ستكون خاصة بالتحدث عن شهر رمضان المبارك وتوزيع سلات غذائية وإفطار جماعي للصغار. الحلقة الثانية ستكون خاصة بإحياء ذكرى مولد الإمام الحسن عليه السلام وتوزيع الحلويات ورسم البهجة والفرح بقلوب الصغار. الحلقة الثالثة ستكون خاصة بليالي القدر وإحياء ذكرى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام وكفالة الأيتام ووصاياه فيهم. الحلقة الرابعة توزيع ألعاب وملابس لعيد الفطر باسم الحجة المنتظر عليه السلام. فلنستبق الخيرات وكسب الأجر والثواب والرحمة الإلهية، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً.